انا اعرف من حضرتك ازاي عرفت ام كلثوم او ازاي لحنت لها. لا انا يعني عرفتها بظروف غريبه، يعني انا كنت عامل الجزء الاولاني بتاع حب ايه، ف هو مرحوم محمد فوزي سمعه وانور منسي سمعه فكانوا كلموه قالوا لي عليه، فما دعيت لسهره فيها ام كلثوم تصورت ان دعوه عشان كان اهميها ابن اختها ابراهيم خالد، كان رمسيس نجيب عايز يطلعه وهو ولد مغني وصوته كان كويس بس هو مش غاوي يحترف يعني. ما اعرفش هو فين حتى دلوقتي. كان عايز يعملوا فيلم فتصورت ان السهره معموله عشان اتعرف بيها عشان عايزين الحن لابراهيم خالد يعني. فبعد ما قعدنا وكله جت حتى هي غنت يوميها، غنت حاجه قديمه للاستاذ أصبري كان. فجابوا لي العود قالوا غني ايه؟ ام كلثوم قاعده غني ايه؟ في ايه يا بوسي؟ في ايه؟ قال لي اخو الحب ايه؟ قلت له حب ايه؟ ام كلثوم قاعده حب ايه؟ لاني انور منسي حافظها كنت بروح عنده في البيت فراح قايل البيات بتاعها كمان. طبعا كسفت جدا وما بقتش عارف اعمل ايه. فقالت لي تعالى جنبي تعالى. فقمت اوتوماتيك كده من غير ما اعرف ايه اللي بعمله يعني، لقيت نفسي قاعد جنبها. قالت لي سمعني بيقولوا انك عامل حاجه حلوه اسمها. قلت لها يعني غنوة يعني؟ قالت بس قولها. فقلت الجزء الأولاني اللي أنا عامله وقلت وارتباك طبعا، جيت أقوم قالت لي لا خليك قاعد قولها تاني. إيه اللي بتقوله ده؟ قوله تاني. التالت تاني يوم إدتني ميعاد في البيت فبرضه أنا فاهم ولا إبراهيم خالد، فجبت فوزي قلت له بقول لك إيه؟ حب إيدي لا تنفع إبراهيم خالد ولا نيلة ولا مش عديها هلا، ما أنا مالي أنا لسه ما خلصتهاش وبعدين أنت بتحرجني ليه يعني؟ قال لي بس روح لها عزاك. فرحت لها البيت الصبح الكلام بقيت الكلام قلت لها كلام مين؟ قلت لها عبد الرب محمد. قلت لي مين عبد الرب محمد؟ قلت لها صح يعني فين ده؟ قلت لها بيشتغل في شركه تيل. قالت لي معاك نوم التليفون؟ قلت لها اه. طلبت عبد الرب في الشغل، قلت له عبد الرب اركب تاكسي وتعالى على فيلا ام كلثوم. قال لي على الصبح هتهزر معايا يعني؟ قلت له والله يا شيخ ما بهزر معاك، انا بكلمك من عندها وهي قاعده قدامي. راحت ماسكه التليفون قالت له عبد الرب انا ام كلثوم خد تاكسي وتعالى. راحت قالت له وكانت حبه ايه؟ طب اشهر الاصوات اللي اكتشفتها حضرتك مين؟ عفاف راضي ما في شك من الاصوات اللي كان لها توابت سريع جدا. سميرة سعيد يعني اديتها يمكن تاني لحن بس هو اللي اتعرف مع الناس اللي هو علمناه الحب. عزيزة جلال في مستنياك، ميادة في كل الالحان الاولى بتاعتي لها. انا سعيد بيهم جدا رغم ان يعني بعضهم ما يعني انا نفسي عفاف تغني ثاني بشكل عنيف يعني عايزه، لان عفاف النهضه فيها امكانيه اكثر من الاول 10 مرات حقيقه يعني.